وجبة الطعام هي مصدر السعادة إلنا، لكن أنا صديق الكفيف تناول وجبة الطعام هي مصدر التعاسة له. ما بيعرف حرارة الطعام إذا ساخن أو بارد، إذا حط كمية زيادة في الوعاء ممكن ينسكب الوعاء على أواعية على الأرض، ممكن يسبب له إحراج إله. اختراعي اسمه سمارت لانش بوكس بحل هاي المشاكل كلها. فأول إشي الوعاء عندي بيحتوي على 3 حجرات، لما أحط الأكل داخل الوعاء بيعطيني ألارم من خلال سبيكر خارجي إنه الوعاء فل، بيعطيني درجة حرارة الطعام إذا كان سخن أو لا. إذا بدي أبلش آكل الأكل فبعطيني إن اقتربت على وعاء رقم 1 أو 2 أو 3. حكيت مع حدا أعمى؟ في صديق إلي أعمى، ناقشته هالموضوع واعتبر هيدي أولوية له. يعني من خلال تجربتي معها لما يأكل بتجنب إنه يكون يأكل مع الجماعة، هاي كبداية، لأنه ممكن يسبب إحراج لنفسه. طيب وما بيفضل هو مثلا يكون حاط ايده على الكب ويعرف انه هاي الحراره اللي هلا بده يشرب منها ولا لا؟ بل كان حار جدا، نوعيه المعدن اللي بالحياه الطبيعيه. انت عم تشغله بمعمل ثلاث ولا عم تقول له هذا اكلك؟ هذا اكلك. هذا الاكل كثير اللي بيحرق، يعني لدرجه الخطوره. ها؟ شو بتاكل خيي انت هالقد سخن؟ مثلا منسف. انت منك اعمى وبتاكل منسف بايدك، ما هي؟ 100%. بيحرق؟ لا مش بيحرقني، بس لازم يكون الاكل سخن، يعني هاي عادات تقليد للمنسف يعني. شو لك زميلتي رح تناقشك، انا بدي ارجع انا وياك بعدين على الناحيه الكهربائيه شوي. طبعا هو موجود فعلا في السوق. هذا الشيء، بعض الادوات اللي مستعمله حق الناس اللي يخلي لهم اسهل انهم يعرفون حراره الكوب، يعرفون اذا الكوب مليان، يعرفون شلون ياخذون الاكل من الصحن نفسه. يعني في امور شبيهه بدون تعقيدات كهربائيه والكترونيه، مش شغلات ديزاين بسيطه كثير. اخر سؤال، انت مهندس كهرباء قلت لي؟ انا بدرس هندسه كهرباء. اذا بدك تعملها اليوم هون حطيناك بهيدي الزاويه هون بالورشه، تمام، واعطيناك العده، معقول تعملها ب 24 ساعه هيدي؟ يعني تقريبا او اكثر شوي. يومين يا اخي. تمام اوكي. اكيد منو اختراع لنجوم العلوم، في تحدي حلو انت اللي عم تعمله، وانا بالنسبه لي بديهي لواحد بالاختصاص، وانت بحترمك بالاختصاص. كل الاحترام سيدي. اوكي كل الاحترام. شكرا. متفق انا وياكي. منيح، ما في اختلاف.